دمار الكرامة صبرة وشتيلة، صبرة وشتيلة يما، صبرة وشتيلة. عداري هي عندي وصلتها، عداري هي رايحة الدار، رايحة العالم، رايحة عداري أشوف داري، يا رب ما يكون فيها إشي. قالوا لي رايحة، تعالي الحق دارك. والله العظيم ما في عسكري هنا، المنطقة هذه خالية، ما فيهاش عسكري ولا أي حدا بخبط حجر. حسب العيال كلهم تحت الأرض، ولا قالوا لأي حدا نطلع. اجوا على طول دق دق، نروح وين؟ مش عارفين نطلع من باب الدار، ضلينا لابين جوا. ربنا اللي نجاني، الحمد لله، حي كامل زي ما أكمله، زي ما أنتم شايفين، النسوين والأطفال تحت الأرض. طلعوا العواجيز المرمية تحت الأرض. حرام عليكم، ضربوا فسفور. عليش عليش بتضربوا فسفور على مدنيين؟ قاعدين في الطور يا غافل الله، ما سمعنا للصواريخ تنزل علينا وعلى على اولادنا، وقتلوا اولادنا وقتلونا. والله ما احنا عارفين وين نروح. بقول لك منطقه امنه، اني امن مش امن يا راجل، يا راجل ذبحنا يا راجل، ما حدش شايف، ما حدش حاسس فينا. يا عم احنا طمرنا شهرنا منظورنا، مش عارفين وين نروح، خايفين نروح على مكان تاني يدمرونا. رسمي احنا مش عارفين وين نروح، سيبنا اولادنا وسيبنا اهالينا وسيبنا حالنا وشردنا. وين نروح يا عالم؟ مليان شهداء يا عم، كل الشهداء اخذوا حملوهم الاسعافات، وفي ناس بندور عليهم مش عارفين وينهم. ليس ولم يكن في أي دولة، لا عربية ولا أجنبية، ما فيش أي أثار ولا في أي خبر لأي هذا بلد. حسبي الله ونعم الوكيل. ناس مرمى يا هان، أشلاء، لم لحد اللحظة ناس مفقودين، كل واحد له عارف وين أخوه ولا هو عارف وين ابنه. أحداث وكأنه في حلم، حد يصحينا من الحلم يقولنا والله بيتكم حالكم، ولم يكن أي خبر، والحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل. لكن كرامة بدون بيت، بدون شجر، بدون عائلة، شتتونا والحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل. ضربوا فسفور، ضربوا مبيدات، ضربوا ما خلوا أي محرم دوليا وعالميا، خلوها منطقة تجارب، ولا حرب عالمية ولا وين نروح؟ في شهداء تحت الأنقاض، وفي عائلات، وفي ضحكات، وفي ابتسامات، في ذكريات حلوة، كانت ذكريات. جماعة احنا بنصحى كل يوم الصبح ناكل ونشرب، بدنا حد يصحينا من علم يقولنا خلاص ارجعوا بيوتكم، لكن ما ضل بيت، لا ضل بيت ولا ضل ضحكة ولا ضل حاجة. هذا هو بيتي يا جماعة، هين كل شكل عشان لميت عشان يصير عندي شقة، هين شكل عشان لميت عشان يصير عندي بيت. ايش اسوي؟ هاي الدار وين اعيش؟ شلقيت وين اروح؟ من وين اجيب؟ من وين اعيش؟ بدنا امان، بدنا شيء، بدنا اي حاجة غير الامان، فقط الامان يا جماعة. اقسم بالله عفش ما قعدت عليه، النسوان طلعن عريانات، النسوان طلعن بشاورهن، النسوان طلعن مش مسطرات، عشان مين؟ ايش الخوف اللي احنا بنعيشه يا جماعة؟ بكفي. رجعونا 200 سنة مش 50 زي ما قالوا، هم قالوا 50، احنا رجعنا 100 زي هدول الناس. احنا ضلنا الى 25 سنة، مرتين، هاي تاني مرة تاني خسفت روحها.